المواطن البسيط يتلمس يوميا لعدالة في الاستفادة من مردود هذه الثروة، خصوصا في الولاية العميقة. ولاية العميقة كاين مثل لو يمشي ويقول 130 مليار دولار ومازال نسخنوا العرعار والتيوقات على البحار. هذه اللي راهم يقولوا فيها المواطنين عندنا. لذا نقترح إعادة النظر في النظم والأطر المنتهجة في هذه الاستفادة. وكما قال النائب عن ولاية أضرار وعن ولاية البيض، احنا رانا في الجلفة، خلاص راه فرخ فينا البرد، رانا ما طقناش 6 شهور واحنا نشعلوا في البال في الغاز. ماذا بينا هذه المنحة اللي راكم يعني هذه استفادوا منها اخواننا في الجنوب، تجيبوها لنا الخط الهضاب هذا الصيف والجلفة وآفلوا والنعامة اللي راهم في الخط هذا. ماذا بينا والبيض؟ البيض يسموها جريفيل، والجلفة ولاو يسموها سيبيريا. احنا في الجلفة رانا في الصيف نروحوا نحوا البرد في زلفانة، حتى الناس تاع زلفانة سموونا جلفانة من كثرة السكان والمواطنين اللي راهم ثم. احنا ما طقناش سيد الرئيس السادة الوزراء، ماذا بينا تخفوا سعرة الغاز، لأنه كاين من بلدية نتاعنا اللي راه يشعل في الغابة، كيلحق وقت الشتاء جون في فيفري ما خلى والو. ماذا بينا تساعدوهم؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.